السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أشرح لكم إن شاء الله وضعيات الثمب. الثمب اللي هي الأصبع الكبيرة حق اليد، ومعها أربع وضعيات إن شاء الله، اللي هي بستيرير أنتيرير بهذا الشكل تكون. شوف كيف المريض واقف وكيف الأصبع تكون، سواء كانت هل هذه القطعة أو مش موجودة في الكاسيت، فتكون بهذا الشكل الفينجرز، يعني الأصبع حق الثمب كبيرة. فهذه الوضعية الأولى، شوف كيف بطلع صورة الأشعة بهذا الشكل، هذه اللي هي بستيريور انتيريور. وفي معنى الوضعية الثانية الذي هي انتيريور بستيريور، شوف كيف يكون وضعية الثمب الأصبع الكبيرة على اليد، فتكون بهذا الشكل صورة الأشعة بطلع لك بهذه الصورة، هذه بالأيبين الانتيريور بستيريور. ومعنى الوضعية الثالثة الذي هي ثمب لاترال، في الوضعية اللاترال بتكون بهذا الشكل، شوف كيف بطلع له صورة الأشعة نفس كذا. معنا الوضعية الرابعة الذي هي الأوبليك، بتكون بهذا الشكل الأوبليك للثمب الأصبع الكبيرة الثمب، فتكون صورة الأشعة شوف كيف تكون صورة الأشعة نفس كذا. هذين الأربع الوضعيات للثمب أيبين. BA وAB ولاترال والأوبليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. لا تنسوا الاشتراك بالقناة.